عليكم، صباحكم الله بالخير. اليوم ان شاء الله متوجه الى النمسا، برجع لها مره ثانيه، وتحديدا بروح لسالزبورغ استمتع فيها. شوف اللوحه هذه معناتها الاتحاد الاوروبي، خلصنا من المانيا وداخلين النمسا. انتم عارفين اوروبا ما فيها حدود، اي واحد داخل الى النمسا لا بد انه يحط ملصق. هذا شايفينه العلامه الحمراء هذه، ملصق مثل هذا اللي انا ركبته قبل كذا. ليش الزامي انك تركبه؟ لانه حق خطوط السريعه، ما ياخذون فلوسه ويحصلون رسوم منكم اثناء خط السريع، لا، هذا الملصق يكفي. طلعنا من المانيا ودخلنا النمسا، ولا حد كلمنا ولا شفنا نقطه حدوديه ولا تفاتيش ولا شيء. حط رجلك سالزبورغ، مساكم الله بالخير. هذه حديقه المرابيل، احد اشهر المواقع السياحيه اللي الناس تزورها في وسط سالزبورغ. الحديقة جميلة ومرتبة ترتيب رائع بالورود والزهور، وأيضا ملتقى للأحبة والعشاق. وهناك فوق قلعة سالزبورغ، تعتبر الحديقة من أجمل الحدائق في أوروبا بشكل عام. شو اللي خلاها جميلة بهذا الشكل؟ لأن الورود مرتبة فيها بترتيب وتنسيق رائع. ممكن تقضي وقت جميل في هذه الحديقة، مساحتها ما هي كبيرة لكنها رائعة بشكل جيد. سالزبورغ على نهر سالزاك، هذا النهر اسمه سالزاك، وضع هذا الجسر وهو لمعاداة السامية المنتشرة في العالم. وكالعادة جو المحبين والعشاق وشغلونا بهالقلوب، حاطين قلوب وحاطين دنيا في ما الفارق العين، ما لزوم الحركات هذه. المنطقة الحديثة شارع المشاه الجديد هنا، نروح شارع المشاه القديم هناك. شوف شيخه اللي يعرف شيخه وزوجه محمد، نبهوه من قبلهم صدق، خلهم يجيبون واحد جديد. على شكلهم خلاص جالهم رعار وذريه، ما عاد لهم خاطر يجون. لكن الجازي وسلطان لا، قفلهم مره متماسك لحد الان. هذا شارع المشاه القديم في سالزبورغ، كله مطاعم مقاهي وجلسات وفنادق ايضا. الفنان والموسيقار موزارت الذي وضع الكثير من المقطوعات الفنية والمعزوفات في أوروبا. يقال أن هذا منزل الذي ولد فيه ومسقط رأسه، يوجد هنا في سالزبورغ في النمسا. هذا التمثال والنحت هذا للخيل، هذا يرمز إلى الخيول القديمة كانت تغسل في هذا المكان إذا وصلت إلى سالزبورغ جاية من مسافة من معركة أو جاية من قافلة تجارية. ينزلون الخيل في هذه المنطقة يقومون يغسلونها، فوضعوا هذا النحت والمجسم لها أمام مدخل شارع المشاه القديم من سالزبورغ في النمسا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. إذا وصلت سالزبورغ فأنت وصلت إلى نقطة انطلاق جميلة إلى أوروبا كلها. بغيت ميونخ في ألمانيا، بغيت نسبورغ، بغيت زيلانس، بغيت سلوفينيا، بحيرة بليد، بغيت ميلان، بغيت البندقية، كلها تنطلق لها من هنا من سالزبورغ. فهذه المدينة يجيها طيران مباشر السعودية. نقطة نسيت أذكرها لكم وهي في ألمانيا في النمسا، إذا جيت تبي تاكل داخل المطعم أول شيء يطلب منك اللي هو التست الفحص، أو ما يثبت أنك أخذت الجرعات. هذا واحد. اثنين، وهو المهم، إذا تبي تاكل داخل المطعم يعطيك ورقة تعبيها، تكتب اسمك ورقم جوالك والساعة اللي أنت جلست فيها في المطعم وأكلت. لا سمح الله ممكن يصير في حالة اشتباه، واحد في كورونا يدقون عليك يفحصونك وممكن يحجرونك. وانا والله اذا قالوا لي عب ورقه واكتب اسمك ورقم جوالك، اقول له خلاص ما عاد ابغى اكل في المطعم، اعطوني تيك اواي واطلع برا. انا في طريق ان شاء الله الى فيينا العاصمه النمساويه. استلمنا الغرفه في فيينا، اخذنا الفندق هذا، بوريك مياه بعد شوي اصوره من برا، فيها 4 نجوم. خدته ب 300 ريال في الليلة، خدته في الليلة ب 300 ريال طال عمركم. يا سلام يا سلام. هذا هو الفندق، اسمه ستوريا ترند هوتيل دبل، يبعد عن السنتر يمكن تقريبا 10 دقائق بالسيارة. هذا المواقف تتبع على الفندق، اليوم الواحد ب 5 يورو، يعني حدود 20 ريال. فأنا بروح للسنتر الآن بدل ما أروح على سيارتي، وزحمة وراح أوقف المواقف وتكلفني المواقف 5 إلى 7 إلى 8 يورو، أبركب المترو أسرع وأوفر.
وهذا المترو 71 وصل، نركب المترو الان ونروح لساحه ستيفن بلاتس. انا ما شريت تيكت من اول لكن بشتري في القطار. يقول كم تبغى؟ اقول له زون واحد بس، ابغى مشوار واحد. تمام خلاص، اخصمها من البطاقه. شايفين حطيت البطاقه هنا ويبدا يخصمها. سعر التيكت ب 2 يورو المشوار. تمام خلاص، التيكت حصلنا عليها. طبعا انت تقدر تركب ولا يفتشون، ولكن لو طبقوك فيها غرامه، هذه 50 يورو. قصه التيكت وكل شيء حطه هنا، خليهم يخرمونه. خلاص حطوا التاريخ حق الركوب، ضروري جدا. انا بروح لساحه ستيفن بلاتس، قلت اعطي خيارات، قال لي بالسياره 12 دقيقه، بالمترو 16 دقيقه، قال اركب المترو 71. هذا انا انتظره. هذا هيرتز سلمت فيه السياره قبل 4 سنين، استاجرته من التشيك سلمته هنا في الشارع هذا. هذا مبنى دار الاوبرا في العاصمه النمساويه، وتحديدا امام ساحه ستيفن بلاتس، اشهر الساحات اللي موجوده في المدينه. وهذا شارع المشاه، شارع المشاه اللي يسمى كارنتنر، كله مطاعم، مقاهي، جلسات، كافيهات، فنادق. فيينا من العواصم الجميله جدا والمحببه لدى الناس. من امام ساحه ستيفن بلاتس في وسط العاصمه النمساويه فيينا، مساكم الله بالخير واهلا وسهلا بكم من جديد. امام شارع المشاه في فيينا، السلام عليكم، مساكم الله بالخير. ما زالت الجوله مستمره ونحن مستمرون معكم في اوروبا، كونوا معنا وانبسطوا. اجواء طيبه هذا المساء، ودرجه الحراره اليوم في شو اسمه فيينا 27 28 في النهار. ابرز المعالم اللي ممكن تشوفها في شارع المشاه هذه الكنيسه، شبيهه الى حد ما بكنيسه ميلان. طبعا اللي زار ميلان قد شافها يعني بهذا الشكل. اللي فيينا تاريخ كبير لأنها حكمت كثير من الدول، فكانت النمسا بشكل عام مسيطر على كثير من دول أوروبا. هذه الساحة تسمى ساحة ستيفز اللي أمام الكاتدرائية، ستيفز غير ستيفن بلاتس اللي صورناها في أول السنابات اللي في البداية. فيينا من العواصم الجميلة اللي ما تطفش منها، لو تقعد أسبوع 10 أيام فيها ما تطفش، فمحببة إلي أنا إذا زرتها أستانس عليها، خاصة لو كانت الأجواء شوية ترشرش وترذرذ، والله ما أحلى منها. لكن عز الله إذا جيت فيينا راح تنبسط كثير فيها. ودي أصور لكم بس إن الدنيا حر والعالم لابسة صيفي، والله ما أقدر، مغير كل شوية صدصد وكل شوية نعيد السنابات. صيف واللبس صيفي. هذا تمثال يوبولد، أحد القساوسة الذين كانوا مشهورين في فيينا. وضع هذا النحت له عام 1802 للميلاد. هذا العمود يرمز الى الطاعون الذي ضرب فيينا في وسط شارع التسوق والذي يحيط بها المحلات والماركات العالميه. فيينا ضربها الطاعون، وبشكل عام اوروبا كلها ضربها الطاعون، فوضعوا هذا التمثال كتذكارا للمرض الذي حصل له. عام 1932 وعام 1933 ضربت اوروبا كافه اللي هو المجاعة، وحطوا في أكثر من مدينة لو تزورونها زي في كييف وفي تشيك، صورتها وصورت الأعمدة اللي حاطينها والتماثيل التي ترمز إلى سنة المجاعة في تلك السنين، موجودة في كييف قريبة من شارع خرياشتك، وموجودة في تشيك قريب من الساعة القديمة والساعة الزمنية، أظن اسمها كذا، ضيعت والله من كثر الدول ضيعت. العام الماضي كنت في فيينا وصورت لكم تمثال أو مجسم يعبر عن المجاعة التي ضربت أوروبا عام 1932. هنا أيضا فيينا طبعا كانوا حاطينها وزي ما يقولوا إيش، تذكرون المجاعة التي ضربت أوروبا. هنا في كييف أيضا حاطين هذا التمثال، هنا في عام 1932 ضربت كييف أوكرانيا أيضا المجاعة التي لحقت بأوروبا لحقت بهم، وحاطين تمثال له. ركزوا معي شوي، تذكرون لما كنت في البوسنة وقلت الرحلة هذه مغامرة؟ هي والله ما مسكت معي إلا أنا في سراييفو، مسكت إني أخذ لفة في أوروبا واستأجرت سيارة واليوم الثاني مشيت، لأن الرحلة هذه عبارة عن مغامرة واستكشاف للدول، حدود الدول هل يدخلوننا ولا لا. لكن بقول لكم شيء، أنا بكرة بروح إلى بودابست إن شاء الله، إلى المجر،
دخلوني زين على زين، وما دخلوني رجعت على كرواتيا، ومن كرواتيا بنزل على سلوفينيا وبنزل على البوسنة، وبعدين بروح صربيا لأن صربيا لا بدني أروح لها. المهم في كثير من الدول مغلقة. الآن قابلت شباب كويتيين سلمت عليهم، قالوا في خيانة طلعوا من فرانكفورت ودخلوا إلى التشيك. التشيك مغلقة، تبي تجيها من الخليج مغلقة، تبي تجيها من أي دولة غير أوروبا مغلقة، ما يدخلونك. لكن الشباب الكويتيين دخلوا عن طريق فرانكفورت، انزلوا رحلة داخلية أوروبية. فاللي مخطط يجي لأوروبا ترى أنا حسب ما شاهدت ترى الأمور سهالة، معك فحص جرعتين تمشي، الحدود مفتوحة. يا مرحبا. أرحب. حيا الله أبو مهند. يا أخي أنت من الشخصيات العجيبة والجنة. يا جعل والديك الجنة. خالد ولدي أول ما شافك. نعم ونعم والله في خالد. عليك زود. الله يحفظك. يقول يبا لا تقتل المتعة، جابها الله هنيك. جابها الله هنيك. لا تقتل المتعة يا مسلم. بس صدق عاد العام زي اليوم هذه سمح الله، او قبل لا والله قبل رمضان العام الماضي الناس كلها في حجر وانت تمتر النمسا ما شاء الله عليك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما شاء الله تبارك الله. ابشر لله الفضل منه. يمكن ايام الحظر يمكن انا قدرت اسافر لعده دول في الحظر، وهذه نعمه من الله سبحانه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شرفت بك والله ابو مهند. الله اللي في عمرك وعمرك يا غادي. الله يحفظك يرعاك يسلمك. وش ما دام أبو مهند وش القصر ذا؟ هذا قصر الإمبراطور، ضيعت اسمه لكن أيه. فيه أكثر من 1440 غرفة. دار ما دار والله هو عدد. هذا لو يعزم أهل أوروبا كلهم كفتهم والله. لا يعزم العزبان كلهم يكفيهم. هذا المقهى يعتبر أحد أقدم المقاهي في النمسا، عام 1876 كذا أمست في أن عاصمة الموضة والجمال والموسيقى، جمال يعلوه جمال، تصبحون على خير وفي أمان.